أحضر نفسي. أهل واحد أمين. نتابع كلامنا في العزة على الجبل. بيقول: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعر واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد. أول حاجة بيتكلم عنها ربنا هي مسألة الحلفان. في الحقيقة في العهد القديم كان ممنوع الحلفان بالكذب، ممنوع الحلفان بالكذب، كما ورد في لاويين 19:12: لا تحلفوا باسمي بالكذب. ولكن مش معناها ان الواحد يحلف على طول، انما في الوصايا العشر بيقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، ما قالش لا تحلف، مجرد النطق باسم الله باطلا. اليهود أيام المسيح كانوا فاكرين ممكن الواحد يحلف على كيفه بس ما يكذبش، لا يحنث بل يوفي للرب أقسامه. لكن المسيح جاي يفهمهم الحكاية، المسألة مش مجرد حلفان، حتى مجرد النطق باسم الله، لا تنطق باسم الله باطلا. اسم الله ممكن ان الناس ينطقون به في خشوع، في حب، في اتضاع فيما يليق بهذا الاسم العظيم. كمان استخدام اسم ربنا ما يكونش في أي حاجة، يعني فيه ناس بيستخدموا اسم ربنا حتى في اللهو والعبث، حتى في الأغاني، كل واحد يروح يشوف، حتى في عبارات التهديد، حتى في الكلام العادي. بينما اسم ربنا مش أصول إن الواحد ينطق به بهذا الشكل. في قصة بتقول مرة راجل عادي أممي ما كانش يبالي بالحلفان، وباستمرار بيحلف بيحلف ويجيب اسم ربنا كتير، وكان عنده خادم مسيحي متدين، فكان كل ما ولاحظ فيه هذا الخطأ وحب يعالجه، لكن ده خادم عنده ما يقدرش ينصح سيده، فكان كل ما الراجل ينطق باسم ربنا يروح الخادم ده ساجد على الأرض ورسم الصليب، كل ما ينطق باسم ربنا يسجد. فبص له سيده قال له: إيه اللي بتعمله؟ قال له: ده اسم ربنا العظيم اللي خلق السماوات والأرض، ما أقدرش أحتمل سماعه بدون ما أسجد في خشوع وفي هيبة. وبدأ هذا السيد يأخذ درسا من خادمه.
اسم الرب هو اسم عجيب وقدوس ومهوب ومخوف. كون ان ربنا اعطانا ان نحبه مش معناها ان الحب يفقدنا المهابة والتوقير والاحترام لاسم ربنا. عشان كده لما السيد المسيح علمنا الصلاة ما قالش بس قولوا أبانا من ناحية الدالة، إنما قولوا أبانا الذي في السماوات، عشان كلمة السماء تشعرك بأن ربنا كبير خالص وعظيم جدا، مفروض إن محبتك ليه لا تفقدك مهابتك ليه. اسم ربنا بيستخدم في قوة، يعني في له قوة بالذات، يعني اللي ينطق اسم ربنا بإيمان يلاقي نفس الاسم له قوة. عشان كده المرتل بيقول يا رب خلصني باسمك، يا رب ايه خلصني باسمك. وفي البركة كانوا بيقولوا باركناكم باسم الرب، باركناكم باسم الرب. وبيقول المرتل أيضا لنعظم الرب ولنرفعن اسمه معا. اسم الرب مفروض يكون في رفعة، في قوة، في عظمة، مش في أي حاجة. ده اسم الرب كانت ترتعب منه الشياطين، مجرد اسم الرب ترتعب منه الشياطين. امتى ترتعب منه الشياطين؟ لما انت تنطق اسم الرب بالإيمان، بالقوة، بالخشوع، بالحاجة اللي تشعر الشياطين بأن اسم الرب ده ايه. ده حتى الناس اللي جم لربنا في اليوم الأخير قالوا له يا رب باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين. لما بطرس الرسول شفى الراجل الأعرج اللي على باب الهيكل والناس التفوا في إعجاب، قال لهم ليس بتقوانا أو بقوتنا جعلنا هذا يمشي، بل باسم يسوع، باسم الرب. حتى في مسحة المرضى يقول أمريض أحد بينكم فليدعو قسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. ده حتى اسم الرب كان دايما يستخدم للبركة، للتسبيح، للصلاة، للحب. كلما نذكر اسم الرب نذكره بحب. يقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. مش واحد يذكر اسم ربنا باستهتار، محبوب هو اسمك يا رب. يقول باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من لحم ودسم. لكن هل كل واحد بيبقى كده؟ كل واحد بيبقى اسم ربنا محبوب في فمه؟ كل واحد بيشبع لما بيقول اسم ربنا؟ ولا بنقول اسم ربنا باستهتار فلا نأخذ القوة التي فيه ولا نأخذ الحب الذي فيه ولا البركة التي فيه؟ حسب قلبك بتستفيد من اسم ربنا او بتستهتر باسم ربنا.
علشان كده بيقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. ما تنطقش باسم ربنا بالباطل، لكن بما يليق به من خشوع ومن حب ومن احترام. جميلة أو في التسبحة عبارة حلو اسمك ومبارك في أفواه قديسيك. حلو اسمك ومبارك مش على طول في أفواه قديسيك، يعني القديسين لما بيذكروا اسمك بيجدوه حلو ومبارك. الناس اللي بيحلفوا كل حاجة والله 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 ما بيشعروش بقوة الاسم، لأنه بيقولوها باستهتار، وأحيانا بيشهدوا اسم ربنا على أشياء غلط. ده في ناس بيستخدموا اسم ربنا في الانتقام، في الانتقام، ويقول والله الحكاية دي ما هتنتهي على خير، أنا لازم أعمل له وأسويه. وربنا قال لك كده؟ تشهد ربنا على الخطأ، تشهد ربنا على الخطية، على الانتقام. ده الحكاية دي وقع فيها نفس داود النبي مرة لما أراد أن ينتقم من نابال الكرملي، يفعل بي الله ويزيد إن ما كنتش أعمله وأسويه. طب وربنا يشهد على الكلام اللي أنت بتقوله؟ عشان كده جت أبي جايل بكتته. ما تستخدمش اسم ربنا بطريقة باطلة، تستخدمه في البركة. ده اسم ربنا لما الملائكة السارافيم كانوا بيذكروه كانوا بيقولوا قدوس 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 رب السباؤوت، رب الجنود، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. شو بيذكر اسم ربنا بيسبحه ازاي؟ قدوس والسماء والأرض مملوءتان من مجدك، ومن القوة رب القوات. يا ريت نستخدم اسم الرب في التسبيح مش في أي حاجة. ونستفيد من قوة اسم الرب، لأن بيقول اسم الرب برج حصين يلجأ إليه الصديق ويتمنى. على الأقل لو استخدم في الحلفان لا يستخدم باطلا أو بالكذب. جه المسيح قال لهم حاجتين. أول حاجة احترام هذا الاسم، فلا تذكروا في التافه والشديد في الحق والباطل، وبلاش الحلفان خالص. وتاني حاجة، اليهود كانوا بيفتكروا ان بس الحلفان معناها ان الواحد يحلف باسم ربنا، فربنا قال لهم لا، ده اي حلفان ممنوع مش بس باسم ربنا. لما تحلف بالسماء ممنوع لانها كرسي الله، عرش الله، ولما تحلف بالارض ممنوع لانها موطئ قدميه، ولما تحلف بأورشليم ممنوع لأنها مدينة الملك العظيم. ولذلك من الخطأ أن واحد مش بس يحلف باسم ربنا، يحلف بالإنجيل، يقول والإنجيل المقدس والمذبح الطاهر. طب ما هو حلفان، بيحلف بالمذبح وبيحلف بالإنجيل. والسيد المسيح لما بكت الكتبة والفريسيين عرضا، تعرض لأنهم بيحلفوا بالمذبح أو بالقربان، بس أيهما أعظم، المذبح ولا القربان؟ لكن في واحد بيحلف بالمذبح، واحد بيحلف بالقربان، واحد بيحلف بالصليب يقول له الصليب المقدس.
ربنا ما قالش كده، قال الحاجات دي كلها مش مظبوط. هل لما قال ان الحلفان ده مش مظبوط كان بيغير عقيدة؟ لا. زمان زمان في العهد القديم كان العالم وثني، العالم وثني، وكان كل واحد في الوثنيين بيحلف بإلهه، فعلشان ربنا يميز المؤمنين به عن الوثنيين قال لهم تحلفوا باسم الرب إلهكم، علشان هم الاخرين ما يحلفوش بالآلهة الوثنية من جهة، وعلشان يتميزوا عنهم من جهة. ولذلك نجد في يشوع 23:7 يقول لا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها. لا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها. كانوا كل الناس بيحلفوا، وان كان هيحلف هيحلف بالآلهة التانية، فقال اذا كنت تحلف للرب إلهك وحده تسجد وباسمه وحده تحلف. ده لأن العالم الوثني موجود فعايز يميزهم عن الوثنيين. وفي أرمية 12:16 ربنا يقول ويكون إذا تعلموا علما طرق شعبي أن يحلفوا باسمي حي هو الرب كما علموا شعبي أن يحلفوا ببعل. يعني بدال ما كانوا بيعلموا الناس يحلفوا بالبعل، لا، يحلفوا باسم الرب ويقول حي هو الرب. ما دام انقرضت الوثنية أو خلاص الوثنية ما بقاش لها تأثير، يبقى ما فيش حلفان خالص. لا تحلف باسم الرب ولا كل ما يتعلق به، لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأورشليم ولا بالقبر المقدس ولا بالإنجيل ولا بالصليب ولا بحاجة أبدا. ولا تحلف بما يتعلق بك أنت أيضا، مش بس اللي ما يتعلق بربنا، ولا تحلف بما يتعلق بك أنت. ما تحلفش براسك لأنك ما تقدرش تحول شعر بيضة لسودة ولا سودة لبيضة. في واحد يحلف بحاجات زي كده، يقول وحياتك وحياة أبوي ورحمة أبوي، بيقول كده وحياة ولادي، يعني بيحلف بما يتعلق به. ربنا بيقول له لا، أنت مالكش ملكية لدي ومالكش سلطة على التغيير، فما تحلفش بحاجة. ما تحلفش بحاجة أبدا، لا بأبيك ولا بأمك ولا بأولادك ولا بقرايبك ولا بالميتين ولا بالعيشين. زي واحد يحلف التاني يقول له غلاوتك عندي، برضه حلفان هو بيحلف. يزداد الحلفان صعوبة إذا كان في جريمة، زي حلفان هيرودس اللي أدى إلى قتل يوحنا المعمدان وتمسكه بأنه ينفذ الحلفان. هو صحيح ما تكذبش في حلفانك وتنفذ، لكن إذا حلفت بحاجة غلط يبقى من الغلط أنك تنفذ، يبقى غلط أكبر. يعني هيرودس لو ما كانش نفذ حلفانه كان أحسن. ده مرة اليهود نذروا نذر انهم ما ياكلوش الا لما يموتوا بولس،
يبقى صح انهم ينفذوا النذر. لا تحنس بل توفي للرب اقسامك. توفي دية ممكن تنفع على الحلفان وعلى الندور، الاتنين مع بعض هما الاتنين يخشوا في دايرة واحدة. لأن مفروض ان الانسان يوفي النذر ويوفي الحلفان، لكن ربنا قال بلاش تحلف خالص. وقال لأن الرب لا يبرئ كل من ينطق باسمه باطلا، لا يبرئه. وفي ناس بيحلفوا لمجرد العادة، اتعودوا كده حتى من غير لازمة، حتى من غير ما حد يطلب منهم، يصبح الحلفان بالنسبة لهم بقى عادة، لازم يستخدموا اسم ربنا كده أو اسم أي حد تاني، يحلف بربنا، يحلف بنفسه، يحلف بقرايبه. وساعات إنسان يحلف عشان الناس يصدقوه، وطبعا لما بيحلف عشان الناس يصدقوه يبقى اعتراف ضمني إن هو غير محترم وليس موضع تصديق، فيحلف عشان يصدقوه، وبعدين ما يصدقهوش برضه، فيحلف أكتر برضه ما يصدقهوش، يقعد يحلف على طول. لكن الإنسان المحترم، المحترم يقول الكلمة، اللي يصدق يصدق، ما يصدقش ما يصدقش، يقول له مش مصدق خلاص يقول له أنا بقول لك كده وأنت حر بقى على كيفك، تثبت له الأيام أن الكلام صدق. وإذا كنت موضع احترام من الناس مش هتحتاج أنك أنت تحلف عشان يصدقوك. الاستثناء الوحيد إذا هم استحلفوك باسم الرب، مش أنت حلفت، تبقى ممكن تستجيب لهم زي ما المسيح أثناء محاكمته في متى 26، رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله إنك تقول هل أنت المسيح، فقال له أنت قلت، أجابه مع إنه كان صامت. كلمة ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. يعني يكون كلامك هو الحق وهو الصدق ولا تزد، لا حلفان لا تأكيدات أخرى، إنما يكفي أن تقول الحق والحق له قوته. وما زاد على ذلك فهو من الشرير. ده الكلام اللي ربنا بيقوله من جهة الحلفان، وشرح لهم الحاجات دي لأنهم لو فهموا الكتاب كانوا يجدوا ان الكلام ده مظبوط، لان ربنا ما قالش بس ما تحلفش، قال لا تنطق باسم الرب الهك باطل. بس المسيح ما قالش اسم الرب بس، الحلفان باي حاجه غلط. بعد كده بيقول لا تقاوم الشر. سمعتم أنه قيل بعين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر. عين بعين وسن بسن دي كانت الشريعة القضائية التي تتخذ في المحاكم وليست في المعاملات الشخصية. يعني لما المسألة تيجي قصاد القاضي يحكم فيها لكي يضع العدل بين الناس، يبقى عين بعين وسن بسن. لكن في المعاملات الشخصية ما كانش فيه عين بعين وسن بسن. فقال سمعتم أنه قيل، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. ما لغاش الأولانية تركت لأحكام القضاء،
لكن في المعاملات الشخصية لا تقاوم الشر. ودي تذكرنا بما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية إصحاح 12، رومية إصحاح 12 بيقول: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، يعني ما تجازوش الشر بالشر، اللطمة باللطمة، ولا الشتيمة بشتيمة، ولا الإهانة بإهانة، ولا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، وإن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. ده الكلام اللي جه في إيه؟ في رومية 12. يعني ما تاخدش حقك هنا على الأرض، ما تاخدش حقك هنا على الأرض، اترك فرصة ربنا ياخد لك حقك، وإن ما خدتش حقك خالص لا بواسطتك ولا بواسطة ربنا يبقى حقك محفوظ في السماء، يعني حقك مش هيروح، لا تاخده على الأرض لا تاخده فوق. في إنسان لازم ياخد حقه دلوقتي ولو يتخانق علشان ياخد حقه. وساعات ما ياخد حق غيره مش ياخد حقه وبرضه يتخانق، حتى في الاجتماعات واحد يجي يقوم واحد من على الكرسي ده عشان هو يقعد بداله، الكتاب ما قالش كده. ما تحاولش انك تاخد حقك هنا، حقك محفوظ. ايضا كلمة لا تقاوم الشر ولا تكافئ اللطمة بلطمة معناها لا تفكر في نفسك وحدك، يعني ما تقولش انا. المسيحية تقول لك فكر في غيرك مش تفكر في نفسك. وفي رسالة بولس إلى أهل كورنثوس بيقول عبارة قوية جدا تخش معنا في الموضوع، بيقول إيه؟ المحبة لا تطلب ما لنفسها. لما أنت تنتقم لنفسك يبقى بتطلب ما لنفسك، لما انت ترد على الإهانة بإهانة يبقى تطلب ما لنفسك، لما تكافئ الشر بالشر يبقى بتطلب ما لنفسك. المحبة لا تطلب ما لنفسها، والمحبة تحتمل كل شيء، برضو قال كده بولس. فالمسيح بيقول احنا مش جايين هنا تتعاملوا كقضاة، اتعاملوا كمحبين. لو انت تشتغل كقاضي تقول عين بعين وسن بسن، لكن لو تشتغل كمحب تحتمل ولا تطلب ما لنفسك ولا تكافئ الشر ولا تاخد حقك على الارض. فانت عايز تتعامل ايه؟ هذا الكلام مش بس جه في العهد الجديد، ده موجود في العهد القديم ايضا. وايه العيب؟ العيب هو ما قاله السيد المسيح لهم شارحا عيوبهم، قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب، تضلون اذ لا تعرفون الكتب. طب الكتب بتقول ايه؟ الكتب في أمثال 20:22 بيقول لا تقل إني أجازي شرا انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة للرب، معيار فمعيار زي عين وعين وسن وسن.
وفي أمثال 24-29 بيقول لا تقل كما فعل بي أفعل به. طب ده كويس أو إن في العهد القديم بيقول كده، لا تقل كما فعل بي أفعل به أرد على الإنسان مثل عمل، ما تقولش كده. يبقى صحيح تضلون إذ لا تعرفون كتب، لأن في العهد القديم بيقول لك ما تكافئش الشر بالشر، لا تقل كما فعل بي أفعل به. لا تنتقم منه حتى لو النقمة جت عن غير طريقك. يعني ايه؟ يعني في الامثال برضو 24-17 الكلمة حلوة خالص، قال لا تفرح بسقوط عدوك، لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك اذا عثر، لان يبقى كأنك شمت فيه وانبسطت لسقطته، يبقى كأنك انتقمت. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عصر. أمال تعمل إيه؟ برضو في سفر الأمثال 25-21 بيقول إن جاع عدوك فاطعمه خبزا وإن عطش فاسقه ماء. بولس الرسول أخذها في رومية 12 الآية دي، بولس الرسول أخذها في رومية 12، إن جاء عدوك فطعمه وإن عطش فاسقه. يبقى لا تنتقم لنفسك، لا تنتقم لنفسك، بل لو هو عمل فيك شر اعمل انت فيه خير. وده اللي بيقوله بولس، لا يغلبنك الشر، ما تخليش الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير. قد المسيح بيقول لا تقاوم الشر، لا تقاوم الشر يعني لا تدخل في صراع مع الشر، صراع شراني زيه يعني. لا تطفئ النار بالنار، اطفئ النار بالمي، لكن تطفي النار بنار يبقى يديك لطمة تديله لطمة شتيمة قصتها شتيمة، يبقى الحكاية تلفت. المسيح بيقول الكلام ده لليهود وكان معاهم جنود الرومان بيبهدلوا فيهم وشعرين بقوتهم وممكن يسلبوهم ويظلموهم، وممكن جند رومان يشوف يهود يقول له شل المتاع بتاعي ده وصله لي ويسخروا ميله، فدول جايين عشان يسمعوا منه ازاي يخلصهم من دول. قال له لا، اللي يسخرك ميل امشي معاه ميلين، ما تعملش الشر بالشر. انا مش عايز راحتك من بره، انا عايز نقاوة قلبك من جوه. انا مش عايز راحتك في هذا العالم، انا عايز راحتك في الابدية. انا عايزك تخش من الباب الضيق لان هو اللي يوصل للملكوت. الباب الواسع واحد يديك قلم تديله 10، ده الباب الواسع، لكن الباب الضيق انك تحتمل. ده مبدأ جديد، السيد المسيح بيقدم المثالية في التعامل. مفيش حقد انما في مسالمة، وما تخافش حقك محفوظ عند ربنا. من ضربك على خدك حول له الآخر، مش ضروري انها تؤخذ بمعنى حرفي، مش ضروري تؤخذ بمعنى حرفي، انما معناها ان الذي يضايقك تكون مستعد ان تحتمل منه ضيقة اكتر في قلبك. يعني
يعني لا تتذمر على هذه الضيقة، إنما تكون مستعد إنك تحتمل أكتر. اللي بيسخرك ميل مش ضروري تخطى بالناحية الحرفية، امشي اتنين يعني كن مستعد إنك تحتمل أكتر، كن مستعد قلبيا إنك تحتمل أكتر. خلي قلبك واسع، خلي قلبك واسع، لا يضيق بكلمة، لا يضيق بإهانة، خلي قلبك واسع. وإيه تاني؟ من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك اترك له الرضا أيضا. عايز يتخاصم معاك عشان يأخذ ثوبك، قل له مش بس الثوب، خد كمان الرداء. يعني كلها أمور عالمية وأمور مادية، ما يصحش إنك أنت تفقد علاقاتك مع الناس من أجل أمور مادية. لا يصح أن تفقد علاقاتك مع الناس من أجل أمور مادية. هو حالة واحدة تقاوم فيها إذا أراد أن يبعدك عن إيمانك، دي تقف فيها زي الأسد. لكن مجرد ثوب ولا رداء دي حاجات تافهة لا تستحق منك إنك تثور وإنك تغضب. وملخص الكلام كله إنك تتعامل بالحب مع القريب ومع الغريب. وبيقول من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد. برضو الكلام ده موجود في العهد القديم، وبرضو نقول ليهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب. في سفر التثنية إصحاح 15 آية 7 و8 بيقول لا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه. والكتاب بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجيب الرب له. ده الكلام اللي بيقوله، من سألك فأعطه، من طلب منك فلا ترد. من جهة المساكين، ومن جهة الرهن، نجد في سفر التثنية حاجة تشبه لكده برضو. تثنية 24 من آية 10 لآية 13 بيقول إذا أقرضت صاحبك قرضا ما فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه. في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج إليك الرهن إلى خارج، وإن كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه، رد إليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك فيكون لك بر لدى الرب إلهك. يعني واحد أقرضت وإداك ثوب ترجعه له قبل الغروب، يبات في ثوبه مهما كان حتى لو ما جابلكش فلوسك. إذن الرحمة أكتر من العين بالعين والسن بسن. ما تعاملش الناس بالمثل، عامل الناس بالحب. وهذا الكلام يؤيده أيضا ما ورد في إنجيل لوقا على لسان السيد المسيح في لوقا 6:25 بيقول اقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. يعني سلف وما تحطش في مخك إن يرجع لك، سلف وإنت ما تحطش في مخك إنه يرجع لك. اللي بيستلف منك راجل فقير وجايز ما عندوش يرجع،
ادهاله باسم سلفية مش كحسبة، ولو انها مش هترجع وتبقى كأنها صدقة بلاش تخلي اسمها صدقة، دي تجرح شعوره، خليها سلفية. استلف ومنين ما يكون معاك رجع، وهو مش هيكون معاه، خليها تاخد اسم سلفية، ألطف وأرقى ومعاملة طيبة. اقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. المهم ان يكون قلبك حنين ويكون قلبك طيب في معاملة الناس، وما تعملش بالمثل، انا ليا وليا وليا، ليك صحيح لكن المحبة لا تطلب ما لنفسها. تنازل عن الذي لك، وثق انك انت لو ما خدتوش على الارض هتلاقيه موجود فوق. واحد استلف منك حاجة يردها لك هنا او ربنا يردها لك هناك، فايهما افضل؟ الافضل قول الرب اكنزوا لكم كنوزا في السماء. يا ريت ده انت تبقى بتدي هنا على الارض فلوس بالعملة المحلية وتاخدت عند ربنا بالعملة الصعبة في ملكوت السماوات. اقصد الحاجة بتاعت العملة الصعبة اللي ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر.